ثلج، هذا ليس طبيعيا. الثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1990، على مر الأعوام بقي ناجون آخرون، لكنني كنت أتجنب الاحتكام إليهم، وإن اعترضوا سبيلي لم أكن أرحم. علي أن أحكم سيطرة مطلقة على هذه الجزيرة، لذا سأحشد مجموعة صغيرة من التابعين الأوفياء. عليهم أن يفهموا القوة والضرورة إلى التنظيم، لكن الأهم في ذلك
أنه لا يجوز أن يتردد في القتل أو استخدام العنف. سيكون ذلك جزءا من حياتهم هنا، سيحتاجون إلى التنظيم، لكن حين تصبح هذه الجزيرة لي سوف أكتشف السر وراء العواصف. Thank you.
السابع عشر من أيلول سبتمبر عام 1982، ثمة خطة تتبلور في فكري من أجل أن نكشف غموض هذه الجزيرة. علي أولاً أن أفهم حقيقة ما جرى هنا. أحتاج إلى الوقت والمكان الملائمين لكي أحلل هذا المكان. ثمة غوامض كثيرة تلف هذا الموقع، الأهم من بينها أثار إمبراطورية يابانية قديمة وملكة غامضة، كل شيء بدأ معها. تلقى البرج إشارة من جهاز الإرسال. حسناً، احضري على محطة الطوارئ واحصلي على إشارة واضحة على الرادار قبل أن تطلبي النجدة. هاي، نحن نتمنى لك كل الحظ يا لارا. شكراً لك. أنا لارا كرافت من سفينة إنديورنس. لقد طهنا على جزيرة داخل مثلث التنين. نحتاج إلى المساعدة. هيا هيا، استغاثة استغاثة. أنا لارا كرافت. هنا الطائرة ونحن نبحث عنكم منذ أن تلقينا نداء الطوارئ من سفينتكم، وكنا قد قطعنا الأمل كليا. ونحن أيضا حصلنا على موقعكم التقريبي، نريد إشارة مرئية. سوف أجد شيئا. سنأتي إليكم قريبا. حاولنا
لارا كرافت، أنت بطلتي. هاي ريس ابتسمت للتو. حسنا، نحتاج إلى إشارة، موقد وقود نيرون، أستطيع القيام بذلك. إيجاد طريقة لإشعال هذا. لارا، ألا
أنت هنا؟ ماذا جرى هنا الآن؟ تلك العاصفة أتت على نحو مفاجئ. تلك الغيوم لقد أحاطت بالطائرة. لارا اسمعيني، رأيت حادثة تحطم بدونها، إنك على مقربة من موقف، ارجعي إلى هنا بأمان. حسنا أنا آتي.